يا مساء الجبنة الكيري على الحلوة اللي شغلة تفكيري. اهدى، هو انت خسات ولا جرعتك كشت وشنبك صغر ولا العدسة دي بتصغر ولا ايه بالظبط؟ يا مساء العناب، سكتي خطوبة ولا كاتب كتاب؟ لا كاتب كتاب ان شاء الله. تتغيرت خالص يا كبير. كبير ايه ده، انا 26. ايه موناليزا، كاش ولا فيزا؟ انت كمان هتفتح لي حساب؟ والله هعتبر الحساب وصل. ده يسكت ولا ايه ده؟ طب اركبي يلا عشان الجو ساقع. حاضر. كده ولا كده، برداني برداني، دفيني يا كبير دفيني. ده بتركب دم 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 دم. ايه الصوت ده؟ دي دقات قلبي يا قلبي. الله العظيم يا كبير، محسوبك محاسب وقلبي ليكي مناسب. والله العظيم ده انت فظيع، وزوج وجنتل وابن حلال. وابن الحلال نفسي يخلف منال. اعتبرها جد. انا بعمل ايه من اساسه؟ بكره الدنيا. ايوه يا كابتن. يا بنت تعالي هنا. انزلي. انت مين يا سادة؟ انت انا اللي مين يا متخلف ولا ده اللي مين؟ في يا عم انت، انا اللي جاي الاول. دي انت دي جمعيه، دي جمعيه، انت متخلف يا انت. علشاني، علشانك مش علشاني. بقول لك ايه يا اخ، ابعد عننا واسمع كلامه احسن، ده ممكن يفلقك. وانت البعيده ايه؟ مفيش سنس. طب الشكل وما عرفتهوش، الصوت ايه؟ اسمع ياد، لو زودت في الكلام انا هدب يدي في جوفك، اتلافى مصارينك واقلبك في الشراب. اهدى ثانيه واحده، نبره الصوت ده والخيال المركب في الشتايم بيجي من شخص واحد بس، هو انت. انا الكبير يا روح امك، جوزك. جوزك؟ ايوه جوزه. انت عاد مين؟ انا راجل بسيط محتاج للصيت. ايوه هو كده. اكتم يا بنت، انت كانك ياد، امك قلعت براسها ودعت لك. هو بس كانك دي شتيمه ولا عادي؟ وقلعت عادي؟ انت عبيط، انت انسان متخلف باين عليك. اسمعني زين، غربت الموقف شفعت لك شوي. انت اسمك ايه؟ اخوك سمير. انا لو شفت وشك تاني يا سمير هطرم لك اسنانك على الدرادير، واشلطك شلوط لابو قير، واقص بدانك الحلوه دي واعلقهم سيفونير. طب تسمح لي اخد العربيه واطير. بايدونكي. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.